القناع ماسك، يستخدم لإظهار أجزاء من الصورة وإخفاء أجزاء أخرى. أمامنا طبقتين، نعمل قناع للطبقة العلوية، نحدد شكل باستخدام أدوات التحديد، ونحدد الطبقة، ثم ننقر على أيقونة القناع فيتحول الشكل إلى قناع في شكل التحديد، ويظهر قسم للقناع مجاور لرمز الطبقة. ونلاحظ أن اللون الأبيض في القناع يمثل الجزء الظاهر في الصورة، واللون الأسود يمثل الجزء المخفي. وعند إجراء تحريك للطبقة أو القناع، يتم تحريك الاثنين معا، لأن الإعداد الافتراضي هو ربط الطبقة بالقناع، ويظهر بينهما رمز المشبك. وعند إلغاء المشبك ينفصل الارتباط، ويمكن هنا تحريك الطبقة وحدها أو تحريك القناع وحده. ويمكن إغلاق القناع بالنقر بالزر الأيمن واختيار Disable، فتظهر علامة X على القناع وتظهر الطبقة في شكلها الطبيعي، أو إعادة تفعيله مرة أخرى وإظهاره باختيار Enable. ويمكن حذف القناع باختيار Delete، كما يمكن دمج القناع مع الطبقة لتصبح طبقة عادية بمحتوى القناع فقط. ويمكن عمل تحديد من شكل القناع بالضغط على مفتاح Control والنقر على القناع. ويمكن إظهار مخطط القناع على الصورة بالضغط على Alt والنقر على القناع. ويمكن تعديل شكل القناع باستخدام أداة الفرشاة، وعند الرسم باللون الأبيض يزيد مساحة ظهور الصورة، وعند التلوين باللون الأسود يزيد اختفاء الصورة، وعند استخدام درجات بين الأبيض والأسود يؤدي لعمل درجات من الشفافية. وتميز القناع بإمكانية سحبه من طبقة وإسقاطه على طبقة أخرى، أو نسخه بالنقر على Alt مع سحب الماوس. ويتيح البرنامج إمكانية عمل القناع على طبقة مجلد تحوي داخلها طبقات فرعية، فينطبق القناع على كافة الطبقات الفرعية. نرسم تحديد مرة أخرى. ذكرنا أنه عند النقر هنا سينشأ قناع يظهر الدائرة ويخفي ما حولها، وعند الرغبة في عمل قناع معكوس، أي إخفاء الدائرة وإظهار ما حولها، نضغط مفتاح Alt مع النقر على زر القناع. وعند عمل قناع بدون تحديد، يظهر وضعه الافتراضي باللون الأبيض، أي يظهر كل محتوى الطبقة، ومن ثم يمكن رسم القناع يدويا باستخدام فرشاة باللون الأسود. وعند النقر على Alt مع زر القناع، يظهر باللون الأسود ويخفي محتوى الطبقة، ويمكن هنا إظهار أجزاء بفرشاة بيضاء. طريقة عمل قناع من الأشكال المتجهة: ننشئ طبقة جديدة ونرسم عليها شكل متجه، نقف على الطبقة العلوية وبالزر الأيمن نختار Clipping Mask، فتتحول الطبقة إلى قناع من الشكل الموجود بالطبقة أسفلها. ونلاحظ ظهور سهم بجوار الطبقة، بما يعني أنها جزء من الطبقة الموجودة أسفلها. ويتميز هذا النوع من القناع بمرونة تعديل شكل القناع، إما بتعديل الصورة أو بتعديل الشكل المتجه. ولحذف هذا القناع نختار الأمر Release.